انت اليوم مثل هيدا اللي دهن حاله ازرق دهن هي حالك اورانج من فوق لتحت بس حلو كثير الاوتفيت بمناسبه عيد ميلاد الجنرال مش عارف عيد ميلاد الجنرال الله يطول بعمره واذا في جاتو بلبس حيلا جاتو حيلا شيء فيه شوجر بلبس كيف مي كيف مي شوجر دادي بهي الكل شوجر دادي الكل شوجر دادي الكل شو الاخبار امل يور جود اي ميس يو قطع فالنتاين قطع فالنتاين قطع فالنتاين قطع عخير ما أصعبها ما أصعبها وكل سنة العالم بيقولوا لي ما عادش تحكي عن حالك إنك سينجل طب شو بدك تعمل طب شو طب لهول العالم بقول له نعمله شيء يعني شو أنا مش سينجل دبرولي عريس أنا مش سينجل وعم بحكي عن حالي إني سينجل لدواعي النكتة يعني أني سينجل أنت سينجل مشان مش معقول 8 مليار رسمي هو رقم مجوز إيه وأنا 8 مليار وشخص يعني هني في على الكرة الأرضية هالكرة الأرضية هي عاصمة 8 مليار كلهم مقسمين كابلز إلا أنت أنا مع إعادة التوزيع أنا أكيد لما وزع كنت نايم أكيد أنت كل شيء على كل شيء كنت عم تكوني نايمة جام مش معقول يعني أنا يعني إن شاء الله الله بيرزقك جمعة سنة الجاية كنت أنا أقول إنه أنا بدي شاب طويل كريم غني حلو هلا واصلة لمرحلة أنا بدي شاب زيرو كرايتيريا بنت ما عندي مشكلة العمى أي شيء بيتنفس أي شيء بيتنفس أي حدا بدق لي الصبح يقول لي صباحه يا حلوة عمى صارت مثل جاد مكة قصدي البروديوسر قصدي مكة اكيد قصدي مكة لا عن جد انا هلا ما كنت زعلانة على الفالنتاين انه نهار الفالنتاين انه ما عندي حدا عم صرت امل عم بقول بدي اي شيء بيتنفس لدرجة الكلب لوين حيلا شيء بيلهت قال درجة الفراغ عم انحطاط ايه كفيلة انا مش زعلانة انه نهار الفالنتاين ما كان عندي حدا انا زعلانة انه كل السنة ما عندي حدا عارفينين نحن بس انه نحن بس الفالنتاين نك الجراح يعني اخ اجى نهار الفالنتاين هشام لقيت انه ما عندي حدا بحياتي معي هال 20 دولار اللي كنت حجيب له فيها هديه لا بس إيه لا كنت بعزه كنت بعزه لا يعرف شاورما ما بتجيب ب 20 دولار يعني ولا برافو عليك شاورما ما بتجيب لا يعرفوا الشباب شو عم بيروح علي يعرفوا علينا 20 دولار 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 قلت يا بنت ما قالي غير انه قلت بروح كاراوكي الكاراوكي بفش الخرق وهيك كاراوكي للي ما بيعرف هو الاوبن مايك تبع العالم اللي بتغني عم بتعرفي شو عكس كاراوكي شو كاراكلا واو واحدة غنى واحدة رقص واو كاراوكي كاراكلا واو هذي كتير قوية كتير وهو ليك غنى وهيدا رقص نفس النكتة قالها هو بس انا قلتها بطريقه مع فتحه عيون حسيت ايه كفيله مقنعه اكثر ايه فحملت حالي هشام ما بعرف لما يقولوا حملت حالي كيف بيكون واحد حامل حاله ايه بحط حاله بكيس بخلي ايده برا ايه حملتي حالك ورحتي كاراوكي حملت حالي ايدي برا حامل ال 20 دولار ايه ورحت على الكاراوكي يعني مجموعة سناجل كل العالم رايحة على الكاراوكي إذا رايحة ب 13 الشهر و 14 شهر كاراوكي سناجل يعني رحت على مطرح ما بعرف إذا بتعرفوا بمونو بالنازلة اسمه درينك أند سينجل إيه درينك أند سينجل درينك أند سينجل إيه شو غنيت كتاب حياتي يا عين كتاب حياتي يا عين ما شفت زيك لا صراحة غنيت جيد سينجل وراي أقول لك الوضع صعب أول ما فت بس هشام أنا فتت وهن بتعرف كلهم بيحبوا يكونوا مشهورين وموهوبين وأنا فت أنا بطلع على الام تي في بطلع بكتير هالقد عندي فولوورز كلهم شهقوا يقبرني الله قالوا إجت الشهرة تقول جيجي لمارة فايد نانسي عجرم حتكتشف هلأ عن جد وكلهم صاروا يسيروني كتير صاروا يغنوا أمل حياتي شكرا حبيبي يا أمل بكرة شكرا حتى في واحد عراقي غنى حبيبي ما أمل منك هلا أنا قلت يمكن هاي مش لإلي بعدين غنى كلبي 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 تأكدت إنه بلا لإلي غنيري العراقيين بيقولوا كلبي لإلي لا أنا بقوله بدل قلبي كلبي إيه كلبي لا بس عن جد حلو لما تحس حالك إنه العالم عم بيغنوا لك بدهم يعني وثاقبي أنا قعدوني على كرسي على البار فبيرمي ظهري للأصوات وكل ما اسمع صوت اقول مع مين الميكرو مع مين الميكرو ففي واحد كان وراي برمت هيك بدي اشوفه حرام لفيت الكرسي بلش يبكي قال لي كل عمري حلم يكون ذا فويس بفريقك استاذ قاسم برمتي له الكرسي انا لفيت له لا بس عن جد انه في الكاراوكي في مواهب عن جد العالم لازم تروح تجيب مواهب من الكاراوكي في كثير مواهب ناطره فرصه لتبينها بس فوت على الكاراوكي كانك يعني فنانين كوبي اي يعني شائل كفوري فجوه كرم هيك بتلاقيها يعني كانك فايت على اوتلت الفنانين
فيك تنقل بدك اياه. بس في منهم انه عن جد بيعيشوها يعني. في عالم بالكاراوكي بغنوا عن جد. ايه بتحس انه ما بدها هالقد يعني جايين نتسلى، انه بصير يطلع طبقات انت عم تغني ماينس وان، على ايش طالع؟ طلعت للوان كتر خيرك. في على طول بالكاراوكي على البار بزاويه مظلمه شخص حزين مطلق 4 مرات يا حرام دبريس جاي هيك عليه، بتحس عليه اسكان لبيت هو مش لإله. عليه اسكان لبيت مش إله. ميكانيك عن جد بحس هيك حامل هموم الدنيا، ميكانيك لسياره انقاذ، وقاعد هيك وناطر دوره. اول ما يجي الميكرو ما بيقبلش يغني انه عيد ميلاد جرحي انا، بيقبلش يغني، بده يغني لابو مجد او واو 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 واو. هاو العالم اللي بيغنوا بالكاراوكي او واو، يعني نبقى نحن نصير ناطرين وهو بعده او واو 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 وناطرين دورنا او واو. قمت انا صرت امشي بالمحل، فت على المطبخ عملت سندويشي او واو واو، ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سوا واو، هو بعده عم يغني. هشام صرنا نحن نطلع ببعضه انه شو قصته هيدا وهيك، وهو ما كانش يفهم بالوما هلكنا. بعدين رجع لف على الدار ورجع صار بده يغني اكثر، وكان اخذ وجه وصار بده ينكت تداوينا النسوان يا حبيبي. وكلنا بنفوت اول شيء على الكاراوكي بنكون مش جريئين، بنقول انه انا ما راح اغني، انا جاي اتفرج وبنتحمس. انا هيك صار فيي، حمسوني تحمست، فعيطت له للبيت قلت له انا بدي اخذ فرصتي. اجى هيك مهضوم هيك شاب حاله قال لي شو بدنا نغني؟ قلت له نغني نون يعني بدك نعمل كوبل؟ قال لي ديو قصدك؟ قلت له كوبل. هذا الشفاف العاطفي، الشفاف اللي انا فيه. جاب لي منيو، هذا الكلبان العاطفي اسمه. عن جد لاحظ ما لازم يظهر نهار ال 14 شباط مش مقبول. جاب لي منيو هشام، منيو لغنق منه الغنيه بلا اسعار. كياف، قلت له نزل لي وحده من كل شيء. طبعا انا قلت هات لغني غنيه هيفا لانه انا كثير بحب هيفا، وهلا غنيتها كثير حلوه سترونج اندبندنت، وخد بالك دي قادره تسيب، خد بالك دي قادره تغيب. انا ماسك الميكروفون كمان ما صدقت اعطوني اياه بايدي واسناني، عملته كمامه ملقطه فيه وعم اقول وزي ما ماسكه فيك حتسيبه، هني قولي لي اعملي معروف سيبي الميكرو وسيدي. خلاص اجى هيك شاب كثير مهضوم قال لي انا كل عمري عم بسال انه يا عمي هاي البنت ليش سينجل، هاي البنت ليش سينجل، اليوم بطلت عم بسال. ثانك يو.